أثناء اللعبة، إذا فقدت تركيزك ولو اللحظة، فسوف ترتكب خطأ فادحا لن تفعله في العادة. تصبح قدراتك الميكانيكية ضعيفة جدا، وتتبطأ سرعة ردة فعلك، ويقود افتقارك المفاجئ للذكاء قدرتك على اتخاذ قراراتك الذكية. هذا النقص في قوة الدماغ هو اللي يسبب هذه المسرحيات السيئة، وجعلنا نشعر بالإحباط مع أنفسنا. كان ممكن تصنعها بسهولة، وتقتل عدوا أو تفوز بالجولة، لكن فقدان الطاقة العقلية يكفي إبطال اللعبة أو خسارة اللعبة بأكملها. حسنا، يدرك معظم اللاعبين هذه المشكلة، إنهم يفهمون أهمية التركيز والوضوح العقلي إذا كانوا يريدون أداء أفضل ما لديهم باستمرار. لكن التركيز بحد ذاته موضوع معقد، لقد كنت أبحث عنه كثيرا مؤخرا. الجواب على التركيز أمثل متعددة الأوجه، لكنه غالبا ما يرجع للنشاط الكهربائي في الدماغ. يمكن يساعدك ارتداء الأقطاب الكهربائية على رأسك أثناء لعب لعبتك المفضلة، لتتعرف على الوقت الذي فقدت فيه التركيز. القدرة على قياس نشاط الدماغ بهذه الطريقة لا يساعدنا فقط على فهم التركيز على المستوى الأساسي، ولكن أيضا يعد الدماغ للحصول على المزيد. يساعدك أيضا هذا على فهم كيفية القيام بذلك. في الواقع، فهم ومعالجة النشاط الكهربائي في الدماغ لديه القدرة على تحسين التركيز والثقة وحتى وقت ردة الفعل عند الحاجة. فكر في مدى قوة هذا بالنسبة لك. أكثر هيمنة في مواقف الخبط واللعب الطويل، فهو أفضل بكثير في الحفاظ على الانتباه أثناء الجلسات. لذلك تعالوا نلقي نظرة على العلم وراء عقلك وكيف يمكنك تحسينه اليوم. على المستوى الأساسي، فإن دماغنا عبارة عن شبكة واسعة ومعقدة من مليارات الخلايا العصبية. تستخدم هذه الخلايا العصبية نبضات كهربائية للتواصل مع بعضها البعض. في الواقع تصدر ملايين الخلايا العصبية إشارات كهربائية في أي وقت، مما يخلق محيطا جميلا من الكهرباء في دماغك. عندما يحدث هذا، تبدأ مجموعات الخلايا العصبية في الدماغ بالشعور بنشاط المجموعات الأخرى من حولها ومزامنة إطلاقها لتحسين الاتصال. عندما يحدث هذا، تبدأ النبضات المزامنة في إطلاق إيقاع متكرر يسمى التذبذبات العصبية، ونسميها عادة بموجات الدماغ. لكن ليست كل موجات الدماغ متشابهة. في عام 1924 اخترع طبيب نفسي ألماني يدعى هانز بيرجر جهازا يسمى مخطط كهربية الدماغ EEG لقياس وفهم نشاط الدماغ. باستخدام هذا الجهاز اكتشف أن هناك أنواع مختلفة من موجات الدماغ. الشيء الأكثر إثارة للاهتمام في قياس موجات الدماغ هذا أنه كنا قادرين على اكتشاف كيف تتغير موجات الدماغ وفقا لسلوك الإنسان. وعموما كلما زاد تردد الموجة وانخفضت الساعة زاد تنبيهها. مع ذلك هناك 5 أنواع أساسية من موجات الدماغ، كل منها مرتبط بحالة عقلية مختلفة. أبطأ هذه الموجات هي موجات دلتا التي تهيمن عادة أثناء النوم العميق. تكون موجات تيتا الأسرع قليلا غير ما ترتبط بالنوم الخفيف وحلق لام اليقظة النائمة. موجات ألفا هي التالية، غالبا ما تحدث عندما تكون مستيقظا بس لكنك مسترخي. يحاول المتأمل عادة الدخول إلى هذه الحالة الذهنية. موجات بيتا أعلى في التردد وأقل في السعة، يبدو أنها تحدث عندما نشارك نشاط في النشاط العقلي. نركز على التعلم وننبه التركيز بشكل عام. أصغر وأسرع اهتزازات هي موجات جاما، تحدث عادة عندما يكون هناك شيء شديد التركيز بحيث يعتبر مهما في معالجات المعلومات أو في حالة الفلو ستيت. لذلك ترتبط موجات الدماغ المختلفة بحالات عقلية مختلفة. عندما يتعلق الأمر بعدم القدرة على التركيز أو الأداء أثناء الألعاب المرتبة، فمن المحتمل أن يعود الأمر إلى مشكلة موجات الدماغ غير المرغوب فيها. خير مثال على ذلك هو مع الأولاد الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة نقص الانتباه ADHD. من البحث يبدو أن الأشخاص المصابين باضطراب ADHD يقضون وقتا أطول في ولاية في مرحلة الثيتا أكثر من المعتاد، في حين أن موجات الدماغ هنا هذه قد تساعد في الاسترخاء والأحلام اليومية وحتى الإبداع. بالنسبة لأولئك الذين يعانون من ADHD فهذا يعني أنهم يكافحون لإنتاج موجات دماغية أسرع من البيتا، وهي ضرورية للتركيز. من المحتمل أن الأفراد الذين لا يعانون من اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط يعانون من نفس المشكلة في الأيام التي لا يستطيعون فيها التركيز ولا يمكنهم التخلص من ضباب الدماغ. لكن على الجانب الآخر، يمكن تسبب وفرة من موجات بيتا التوتر والقلق. إذا كنت غير قادر على الخروج من هذا، قد يعني ذلك أنك تكون أكثر عرضة للإمالة والإرهاق. في
كعبارة أخرى، إذا كان لدينا مستويات منخفضة من منشآت الدماغ الفردية، فيمكن يمنعنا ذلك من أن نكون أفضل اللاعبين. ومن خلال تعزيز منشآت دماغية معينة أثناء أنشطة معينة، يمكن يحسن إنتاجنا بشكل كبير. ولكن كيف يمكننا بالضبط تغيير منشآت دماغنا للحصول على المزيد من التركيز والتحسين؟ في عام 1665 اكتشف كريستيان هينجز الفيزيائي الهولندي ومخترع ساعة البنادول، اكتشف مفاجئ حمل ساعته. عندما وضع ساعتي بنادول بالقرب من بعضهما البعض، تزامنت التذبذبات في النهاية. إذا قمت بإعداد النمط التأرجح مختلف تماما، أصبح عندهم بالتأرجح لمدة يوم تقريبا، سيبدأون في التحرك بشكل متسامن كما لو كانوا يتواصلون بطريقة ما. هذه الظاهرة غريبة حيرت الناس لسنوات. كيف يمكن مزامنة كائنين منفصلين تماما؟ يمكن تؤدي الإجابة على هذا السؤال إلى طرق للتحكم في عقولنا. عندما يتأرجح البنادول ذهابا ويابا، تنتقل نبضة صوتية من ساعة إلى أخرى. كلما كانت غير متزامنة، طاقة التغذية المرتدة السلبية التي تتجهها. نتيجة لذلك يكون أحدهما أبطأ والآخر أسرع. في النهاية عندما تصبح أكثر تزامنا، تصبح التغذية المرتدة للطاقة هذه أقل وأقل حتى يفعل ذلك في النهاية. ولكن ما علاقة ذلك بموجات الدماغ وتحسين أداء الألعاب؟ قد نكون قادرين على أحداث كثير مماثلة على الدماغ. عندما تلقى الدماغ منبهات خارجية بترددات تحاكي موجات الدماغ الطبيعية، يمكن التأثير على اهتزازات أحداننا مزامنتها مع الترددات الخارجية، والتركيز وقوة الدماغ الكلية تتغير حسب الحاجة. السؤال هو كيف تمنع حقلك تردد الأمثل لتغيير حالتك الذهنية؟ طريقة واحدة لصف هذا التردد هو الصوت. الموسيقى هي في الأساس موجات صوتية يحولها الدماغ كاهتزازات صوتية لإشارات كهربائية يحولها الدماغ من إشارات اهتزازات صوتية لإشارات كهربائية. لذلك من المنطقي أنه يمكن استخدام الموسيقى ذات التردد الصحيح للتأثير على موجات الدماغ، أليس كذلك؟ يريد أحد أنواع الموسيقية الشعبية القيام بذلك، ويفعل ذلك بطرق كثيرة. معني هو البينورال بيتس. تبحث في يوتيوب تكون في مقاطع كثيرة عن هذا البيتس تشرب بشكل كبير. طب هي إيش طريقتها؟ اللي بيصير إنه في إذن اليسار مثلا بتجي ترددات بسرعة وتردد 200 هرتز، وفي اليمين حتكون ب 212 هرتز. بيصير اللي بتلغي بعض 212 ناقص 200 حتصير 12 هرتز، حتحاكي موجات الدماغ الفا. يمكن ايش حيصير؟ زي بتوهم عقلك، يكون حركة ترددية، فبتدخل عقلك في زي موجات ألفا، فبتحطك بتخليك هادي وبتركز شيء زي كذا. بس في تحذير واحد، نبضات كتلة الاثنين تتبع نظرية مثيرة للاهتمام تخرج وهما سمعيا ساحرا، لكنها قد لا تكون فعالة مثل الموسيقى العادية. يمكن تؤثر جميع الأصوات المسموعة تقريبا على موجات الدماغ الشخص إذا كانت تشبه قاعة الدماغ الطبيعية. الدماغ لا يحتاج لأوهام سمعية خيالية. مقارنة بالضربات كتلة الاثنين بالنبضات المنتظمة، وجدنا أن كلاهما له نفس الفعالية في تغيير موجات الدماغ. يعني الأغاني العادية أو الموسيقى العادية طلعت ما في فرق بينها وبين الباينورال بيتس، وبالتالي فكل يعني كلهم كويسة، أو يمديهم يدخلوك مو فلو ستيت، حالة من الاسترخاء، بس إنها ما هي ضرورية أو أكثر فعالية من نوع الموسيقى الأخرى. بس عندما يتعلق الأمر بكيفية تأثير الموجات الدماغية لدينا، في إحدى الدراسات وجدت أن عاملا مهما آخر لجانب نوع الموسيقى هو قديش أنت تحبها. إذا سمعت موسيقى أنت تكرهها فما بتأثر فيك أي شيء، فحاول الموسيقى تسمعها يكون شيء تحبه. إذا ما هو أفضل بديل للباينورال بيتس؟ في بعض الأبحاث تشير أنه في نوع من أنواع الموسيقى مرة مفيد للتركيز أو مرة هيكون كويس، واللي هو اسمه الباروك ميوزك.
موسيقى الباروك، وهي نوع من الموسيقى تم تأليفه من بين 1600 ميلادي إلى 1750. في من أشهر الموسيقيين في ذاك الوقت كان باخ. تظهر الأبحاث أن موسيقى الباروك الآلية تتراوح من 50 إلى 80 نبضة في الدقيقة، يمكن تعزز موجات الألفة الدماغية مما يؤدي إلى التركيز العميق وتحسين التعلم. في الواقع في دراسة قارنت بين موسيقى الباروك أو بعدم وجود موسيقى، تحقق من أنه أدت في الواقع إلى زيادة موجات الألفة في الدماغ مما يؤدي إلى التحسين بنسبة 19.9% أو 20% في مهمة الذاكرة المعقدة، وتلازمت 19% في وقت رد الفعل. ملاحظة أخرى مثيرة للاهتمام في هذه الدراسة هي أنه مع زيادة صعوبة المهمة في حمل الذاكرة، كانت موسيقى الباروك أكثر فعالية في تحسين الذاكرة العاملة. كما أن وجود تأثير أكبر أثناء المهام العقلية الأكثر صعوبة يعد أمرا ضخما بالنسبة لنا تماما. وفي الرياضة الإلكترونية نحتاج إلى تتبع العديد من المتغيرات متغيرة في وقت واحد، لكن إذا كان هناك نوع معين من الموسيقى اللي يمكن يساعدنا في القيام بذلك بشكل أفضل، فسنقوم على الفور بأداء مستوى أعلى. لكن لماذا هذا النوع من الموسيقى يعمل بشكل جيد؟ يبدو مفيدا بسبب الحالة المزاجية الخفيفة والألحان المعقدة والوتيرة المنخفضة إلى المتوسطة، مع الوتيرة الأسرع والنغمات العاطفية قد نزيد موجات بيتا، مما قد يؤدي إلى مزيد من الطاقة لكن تركيز أقل. مع الغناء أو المزيد من الألحان البسيطة قد تتعثر الموسيقى في رؤوسنا، تشغل المساحة الذهنية التي نحتاجها للتركيز. على الرغم من عدم وجود الكثير من الأبحاث حول أنواع أخرى من الموسيقى، فمحتمل أن تطبق الفوائد خارج النوع من الباروك، وهو خبر ممتاز إذا لم تكن مهتم بالموسيقى الكلاسيكية. معيار هذا التأثير هو أنه يحتاج إلى إيقاع منخفض إلى متوسط بدون كلمات ونغمات عاطفية خفيفة. أبدال الرائعة الأخرى هي لوفاي هيب هوب والإلكترونيك ميوزك وأشياء غيرها. أهم شيء ما يكون فيها ليركس، تكون هادية عشان تدخلك في فلو ستيت أو ألفا مود. على مدى السنوات القليلة الماضية أصبحت هذه الأنواع شائعة بشكل متزاوج بين الطلاب، من غير المستغرب أنها تفي بالمعايير التي تميز موسيقى الباروك، بما يفي ذلك إيقاع من 70 إلى 90 نبضة في الدقيقة. ولكن كما ذكرت سابقا، تشير بعض الأبحاث إلى أن التفصيل الموسيقي يلعب دورا أيضا في ذلك لتحقيق أكبر تأثير. بصي بجراء تجاربك الخاصة مع موسيقى الإلكترونيك واللوفاي هيب هوب وذي الأشياء والكلاسيكية لترى أي واحد يكون له فائدة أكبر لك. لكن إراغة الدماغ عبر الصوت محدود. نظرا لكيفية معالجة الدماغ للصوت، فإن التأثيرات على الموجات الدماغية لدينا ليست كبيرة كما نرى. بصراحة تامة، فإن الموجات الدماغية معقدة للغاية. ليس الأمر كما لو أن الدماغ لديه نفس أنماط التردد في جميع أنحاء الشيء بأكمله. ترتبط مناطق مختلفة من الدماغ بشكل أكثر شيوعا بموجات دماغية محددة، وسيؤدي هيمنة موجات الدماغ الفردية داخل كل منطقة من الدماغ إلى تأثيرات مختلفة. أثناء نشاط مثلا اللعب 1v1 سيكون لديك نشاط موجات دماغ مختلفة تماما كان لو كنت قاعد تلعب، إذا كنت قاعد تدرس فوت. ولا يمكن تستهدف حبس الصوت مناطق معينة من الدماغ. لحسن الحظ قد تساعدنا التقنيات الأخرى في القيام بذلك، ربما تعمل بشكل تآزري مع جذب الصوت لتعزيز التعلم والتركيز وقت رد الفعل. لكن هذا الموضوع سنكشفه في المقاطع الجاية. لكن في الوقت الحالي ركز على أثرها الموسيقى المثالية لتساعدك على الوصول إلى حالة أعلى من الهدوء والتركيز والانتباه. قد تكون النتيجة تعزيزا كبيرا في أدائك، مما يساعدك على التركيز بشكل أعمق والسيطرة على مواقف القرار واتخاذ قرارات أفضل ورفع مستوى مهاراتك بشكل أسرع.